يا ابو محمد بندر، اثني على كلامك وارفع لك العقال احترام على الكلام اللي قلته، لان في ناس يقللون من امكانيه ابناء هذا البلد في التنظيم. الان ولله لها الحمد من مشهد المشهد نثبت ولله الحمد ان عندنا امكانيات بتوجيه من قيادتنا سمو سيدي خادم الحرمين، سمو سيدي ولي العهد، معالي المستشار، والكل اللي عمل من اجل اظهار العمل الممتاز اللي شاهدناه اللي مشرف. انا اليوم وانا اتفرج على التلفزيون بصراحه تنظيم رائع ولا كانه في كاس العالم. هذا الحمد لله ان ثبت شيء ان عندنا كوادر وطنيه الحمد لله مؤهله جدا وقادره انها تعمل مثل هالكرنفال واكثر. شكرا لمعالي المستشار لاختيارك العناصر الاساسيه في النجاح، الاستاذ رجاء الله السلمي الامين، وايضا مدير البطوله الاستاذ طلال اللي عمل ماراثون على اساس انه يجيب لنا نخبه مثل هذه الانديه. انا عندي اقتراح بسيط على هامش هذه البطوله باختصار يعني انا العناصر الاساسيه لانجاح المباريات هو التحكيم والمدربين والاعلام، ثلاث عناصر أساسية. أتمنى أن يكون في دورات جانب على هامش هذه البطولة، أن يكون في دورات للمدربين، دورات للحكام، ودورات للإعلام. ما يمنع، أعتقد هذه يعني مقترح لمعالي مستشار الأستاذ تركي آل الشيخ، أتمنى يلاقي الاهتمام. نعم، احنا نقول نضيف نقطة بس